السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الصغار، أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. مرحبا بكم معنا مرة أخرى في تصحيح الأنشطة الدائمة الخاصة بالتعليم عن بعد. إذن سبق وأن أعطيتكم أمس مجموعة من التمارين لإنجازها في دفتر المنزل، واليوم إن شاء الله تعالى سنقوم بتصحيحها جماعة. ودائما ضع دفتر المنزل وأمسكه قلما أخضر كما جرت العادة. إذن سنقوم بتصحيح العملية الأولى وهي كالتالي. إذن لدينا العدد 358 قسمة 3. إذن لدينا عدد واحد في المقسوم عليه، دائما أمسكه أو اعتمده على عدد أو رقم واحد. إذن لدينا 3، هل تقبل القسمة على 3؟ نعم. إذن ما هو دائما قلنا العدد الذي أقسمه على نفسه يعطينا دائما واحد. إذن 1 ضرب 3 يساوي 3. إذن 3 ناقص 3 يساوي 1. قلنا أن مراحل عملية القسمة وهي 4. أولا عملية القسمة، نقوم بالوضع العمودي، ثم بعد ذلك عملية الضرب، ثم بعد ذلك عملية الطرح، ثم بعد ذلك ماذا نفعل؟ عملية ماذا؟ عملية الصفر، هنا عفوا الصفر، عملية الإنزال. إذا 5، أنزل 5. 5 قسمة 3 كم يساوي؟ يساوي 1. إذا 1 ضرب 3 يساوي 3. 5 ناقص 3 يعطيني 2. ماذا أفعل هنا؟ أيضا أنزل 8. 28، ما هو العدد الذي أضربه في 3 ويقربني أو يساوي 28؟ إذا لدينا العدد أو الرقم هو 9. إذا 9 ضرب 3 يساوي 27. إذا 8 ناقص 7 يساوي 1، و2 ناقص 2 يساوي 0. وبهذا يكون الخارج 119 والباقي 1. ننتقل إلى العملية الثانية وهي 187 قسمة 2. إذا الرقم 2 لدينا في المقسوم عليه رقم 1، إذا أمسكه رقم 1. هل 1 يقبل القسمة على 2؟ طبعا لا. إذا اعتمدوا على العدد 18. 18 قسمة 2. إذا ما هو العدد الذي أضربه في 2 يعطيني 18 أو أصغر منه أو يساويه؟ إذا هو العدد 9. 9 ضرب 2 18. عملية الطرح 8 ناقص 8 0، و1 ناقص 1 0. ماذا أفعل هنا؟ أنزل رقم 7. 7 تقبل القسمة طبعا على 2. إذا ما هو العدد الذي أضربه في 2 ويقربني لـ7 أو أصغر من 7؟ هو 3. 3 ضرب 2 6. إذا 7 ناقص 6 يساوي 1. إذا الخارج هو 93 والباقي 1. جيد. الآن ننتقل إلى العملية الثالثة وهي 789 قسمة 9. إذا 7 هل تقبل القسمة على 9؟ طبعا لا. إذا 98 قسمة 9. إذا ما هو العدد الذي أضربه في 9؟ دائما كنا نعتمد على عملية المضاعفات أو طريقة المضاعفات التي سبق وأن تعرفنا عليها في مسودة أخرى. إذا 8 ضرب 9 كم يساوي؟ يساوي 72. عملية الطرح. 8 ناقص 2 يساوي 6، و7 ناقص 7 يساوي 0. ماذا أفعل هنا؟ أنزل 9. عملية الإنزال. 69 ناقص 9 كم يساوي؟ 7. 7 في 9 يساوي 63. إذا 9 ناقص 3 6، و6 ناقص 6 يساوي 0. إذا وبالتالي فيكون الخارج هو 87 والباقي هو 6. نتمنى أن تكونوا أعزائي التلاميذ قمتم بتصحيح هذه العملية لكي ننتقل إلى كتابة الأعداد العشرية بالحروف. جيد. إذا لدينا الأعداد العشرية التالية، نقوم بكتابتها كتابة حرفية. إذا قلنا العدد الصحيح الطبيعي الأول لا يتغير، يكتب بشكل عادي، ثم بعد ذلك نكتب. إذا 200
و ستة وخمسون واحد و سبعة أعشار. جيد، إذن ننتقل إلى العدد الثاني. ست وحدات وخمسة وعشرون جزءا من المئة. ننتقل إلى العدد الثالث وهو أربعة عشر واحدة وتسعة وثمانون جزءا من المئة. نعم، جيد. هنا ننتقل أعزائي التلاميذ إلى المسألة لكي نقوم أيضا بتصحيحها. إذن المسألة تقول: ساعد مدير مدرستك على توزيع 240 كتابا على الأقسام السبعة. إذن هنا لدينا المقسوم هو 240 والمقسوم عليه هو سبعة. إذن لاحظوا أعزائي التلاميذ، ليس من الضروري أن يكون الرقم بالأرقام مكتوب، أو دائما نعتمد على تغيير الأسئلة لكي نستخدم ذهننا. إذن ساعد مدير مدرستك على توزيع 240 كتابا. دائما في نص المسألة نبحث على كلمة المفتاح. إذن ساعد مدير مدرستك على ماذا؟ على توزيع، بمعنى توزيع قلنا هناك مجموعة من كلمات المفتاح: قسم، وزع، وضع. إذن كل هذه بالتساوي، كل هذه الكلمات تسمى كلمات المفتاح التي نعتمد عليها لكي نحل نص المسألة. إذن ما هو عدد الكتب في كل قسم؟ إذن لدينا مجموع الكتب هو 240 كتابا. كم عدد الأقسام؟ عدد الأقسام سبعة. إذن في ماذا سنضربها؟ قلنا دائما سنضع العملية عمودية في مسودة، ثم بعد ذلك نكتب المتساوية. ضرب 34 زائد 2. إذن هل وزع المدير جميع الكتب؟ إذن الجواب هو لا، لم يوزع جميع الكتب. لماذا؟ لأن الباقي هو 2. إذا كان الجواب لا، ما هو عدد الكتب الباقية؟ إذن عدد الكتب الباقية هو كتابان فقط. هل هذا مفهوم؟ نعم. إذن نتمنى أن تكونوا صححتم هذه الأسئلة، وإن شاء الله تعالى بعد العودة سنقوم بمراقبة الدفاتر الخاصة عن التعلم عن بعد. إذن ننتقل إلى السؤال رقم 4. إذن السؤال رقم 4، سنقوم بحساب محيط ومساحة المضلعات التالية. إذن قلنا دائما هناك فرق بين المساحة وفرق بين المحيط. المساحة قلنا هي التي المساحة هي التي توجد أو ما يوجد داخل الشكل الهندسي أو حقل أو مزرعة أو حديقة. إذن هذه هي المساحة، ودائما تكون بالمتر مربع أو سنتيمتر حسب الوحدة المطلوبة لدينا. بينما المحيط هو كل ما يحيط بالشكل، كل ما يحيط بالشكل. إذن دائما نتذكر القواعد. إذن يجب حفظ القواعد. تعرفنا على مساحة ومحيط المربع
المستطيل وتعرفنا أيضا على المثلث، إلا أن إذا قمتم بضبط مساحة ومحيط المستطيل ما شاء الله. إذا لدينا مساحة المربع، ماذا تقول القاعدة؟ تقول طول الضلع في الضلع، بمعنى 4 سنتيمترات ضرب 4 سنتيمترات كم تساوي؟ 16 سنتيمتر ماذا؟ مربع، لأن سنتيمتر زائد سنتيمتر يعطينا سنتيمتر مربع، وإذا لم تقم بكتابة مربع فهذا خطأ. الآن ننتقل إلى حساب المحيط. بالنسبة للمحيط دائما ماذا يقولوا؟ طول الضلع في 4. كيف ما كان العدد المطلوب لدينا هنا بالسنتيمتر، سواء كان 10 أو 5 أو 6 نضربه في 4، هنا بالصدفة جاءت 4 سنتيمترات. إذا ماذا نفعل؟ 4 سنتيمترات ضرب 4 كم تساوي؟ تساوي 16 سنتيمتر فقط دون مربع. نعم، الآن سنقوم بحساب مساحة المستطيل. ماذا تقول القاعدة بالنسبة لمساحة المستطيل؟ تقول الطول في العرض، بمعنى 12 سنتيمتر ضرب 6 سنتيمترات كم تساوي؟ 6 في 2 12، اكتبوا 2 واحتفظوا بواحد، 6 في 1 6 و 1 هو 7، لكن دون أن ننسى سنتيمتر مربع. الآن لدينا محيط المستطيل، ماذا تقول القاعدة؟ تقول القاعدة الطول زائد العرض ضرب 2. جيد، إذا 2 12 زائد 6 الكل ضرب 2، بمعنى كم تساوي؟ 12 زائد 6 تساوي 18. 18 ضرب 2، إذا 2 ضرب 8 16، 2 في 1 2 و 1 هو 3، إذا تساوي 36 سنتيمتر. وبهذا نكون أعزائي التلاميذ قد قمنا بتصحيح الدعم المتعلق بالتدريس عن بعد، ونتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة، وإلى الملتقى إن شاء الله. إلى اللقاء.